قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله بما يعبد من دون الله، الباء حرف جر، وما اسم موصول، واسم الموصول يعف، يشترط في صحة التوحيد وسلامته أن يكفر من قال لا إله إلا الله، أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله، سواء كان ما يعبد من دون الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو من هو دونهم.